اسمي كفاية اسمي ومجنون رسمي اسمنا حلام وفي الأصول بمشي مدور ما بعيش الدور وبتفر وبتفر ومفيش أنا في الأيام مرسوم على وش اللي بتفرق في حب الناس ولا حصل ولا يا كابتن انت بتعمل ايه يا صاحبي؟ انا بقص انا مهرجان انا جدع في حاجه انت جدع هو يابا انا جدع مع كل اصحابي اصلا اسال كده عني اي واحد كده صاحبي ماشي في الشارع اقول له انت تعرف الواد ده اللي هو انا يعني هتلاقي كل الناس بتقول انا جدع ايوه انا جدع طب انت في الوصول بتعمل ايه في الوصول بمشي مع دول يوم طب وايه تاني ما بعيش الدور بتاع افعال كمان عايز بقى طب يا عم كفايه بس ده اعترف بام الاغنيه دي ما تغناش تاني يا عم خلاص ما تغناش تاني يا عم ما تغنيهاش تاني يا عم ما تغنيهاش تاني هتسو جرجره خد سجاره جرى هتولع لعب ده ولا ايه؟ وقت الفرفره نعمل دماغ